الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا واجمعنا معهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله رحمة واسعة ونفعنا بعلومه وعلوم الصالحين: فصل. وإذا دفع الزكاة استحب أن يقول: اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما، ويحمد الله على التوفيق لأدائها. فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشكر فضلك، سأفعل إن شاء الله. فلا تنسوا ثوابها، أن تقولوا: اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما. قال أخرجه ابن ماجه. نعم، هذا حديث ضعيف، ولكن هو السنة أن يدعو لمن فعل ذلك، هذا إحسان. وفي حكم كثيرة، أولا فيها تحقيق الشرع، لأن الله تعالى قال: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي صلي عليهم. هذه بالذات التي يعني أودت بابن نويرة وغيره بأنهم إيش يمنعون الزكاة، لأنهم قالوا ليس دعاء أي أحد ناس كدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن يعني قد جاهلوا هذه المسألة. وش هي؟ أن ما كان النبي كان للأمة بأسرها: يا أيها النبي أكملوا إذا طلقتم. فالحكم على النبي حكم لإيش؟ لجميع الأمة. نعم، فيدعو له. وهذا الحكم من ذلك كثيرة، منها أولا تشجيع من يطبق الشرع على ما فعل. هذه جبلة، لما أنت تمدح من أحسن ترى في نفسه راضيا أنه إيش تهيج مشاعره إلى أن يحسن ويحسن ويحسن. الأمر الثاني تشجيع غيره أن يشجع غيره لذلك. الأمر الثالث في هذا الباب أن يبين الحقوق، يبين الحقوق. الأمر الرابع مهم جدا، دعاء النبي أو دعاء الولي قد يكون مستجابا فيستمر الخير فيه. وحقا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة حق على الله، ثلاثة أقسم عليهن، ثم قال: ما نقص مال من صدقة. تفضل سيدنا. تفضل جي. لو حد صبح المال والذي دفعها يقول لو معاش ناس، ماذا قلت؟ فقرة تتكلم عليها أولا: صاحب المال إذا دفعها يقول يدعو، هو الذي صاحب المال نفسه هو اللي يدعو؟ أول فقرة يتكلم عن صدقة. إذا دفع الزكاة تحب أن يقول: اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما. رحم الله التوفيق. فقد روى نعم أنا وهمت. فإذا أنه يدعو أولا، وهنا الدعاء هذا بمثابة إيش؟ قرب القبول، دعاء بالقبول، مثابة باب الشكر. ممتاز، بمثابة الشكر على النعمة، شكر على النعمة. يعني باب الدعاء هذا بمثابة الشكر على النعمة، بمثابة الشكر على النعمة. أيها تفضل. قال: ويستحب للآخذ أن يدعو لصاحبها فيقول: أجارك الله فيما أعطيت، وبارك لك فيما أنفقت، وجعله لك طهورا. قال: وإن كان الدعو إلى الساعي أو الإمام شكره ودعا له. قال الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. نعم. قال عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه: كان أبي من أصحاب الشجرة رضي الله عنه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: اللهم صل على آل فلان. فأتاه أبي بصدقته فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى. قال: متفق عليه. قال: والصلاة هنا الدعاء والتبريك، وليس هذا الواجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين بعث معاذا رضي الله عنه إلى اليمن قال: نعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. قال: متفق عليه. فلم يأمره بالدعاء. هنا الاحتجاج بهذا الباب أنه قال لا، يعني قال بأنه لم يأمرهم. صحيح، هذا ممكن يخرج منه ويقال بوجوب الدعاء. كيف ذلك؟ المهم تخرجنا من مما يرد علينا بالقرآن، أن تأتي بالتأصيل، تخرجنا مما يرد علينا. خلاص أصلها بقى تأصيلا، أولا أصلها تأصيلا صحيح. هات الدعاء، هات الأمر به. قال: خذ من أموالهم، قال: وصلي. إيش هذا أمر؟ يبقى هذا ظهر أمر لإيه؟ أصلت أنت هنا، جاءك قال والصارف موجود. طبعا تطبيق قول الإنسان لما نصلي على آل أبي أوفى يؤكد الإيش؟ الوجوب. والصارف جاء بأنه قال فمرهم أن تأخذ بزكاة، فأبلغهم أن الله جل في علاه افترض عن زكاة تأخذ من أغنيهم فترد على
على فقرائهم ولم يقل له ها وادعوا لهم وادعوا لهم، لم يأمره بذلك. هذا الإيراد، وقالوا هذا صرف. قلنا هذا الصرف مصروف، نريد بقى كيف مصروف وكيف صرفه، يعني كيف مصروف وكيف نصرفه عشان نرجع للأمر الأول. كده كده السؤال ظهر. ها ماشي جواز الشرع. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر يوم عايز رضي الله عنه الزكاة من باب الإجمال ولم يفصل لهم، أو ذكر العمل ولم يذكر القول. انتفى بالأمر المذكور بالقرآن لأن الله لأن أخبره جاء الصرف. جاء الصرف. جاء الصرف. لم يأمره. زي حديث المسيء صلاته دكتور لما يحسن. فضل أستاذ المتداول. لا أنا بقول شيخنا العلال لعل يكون متأخرة يعني. على شوف شوف الإجابة من إجاباتهم كانت صحيحة لكن مش مركزين. دي المشكلة. إذا كنا معاذ اليوم لم يأخذ وقلنا ترد على فقرائي. طيب هترد على فقرائي. لم يأخذ إيه؟ لا هو بياخذ وهو اللي بيرد. مش احنا قلنا مش امس حبيبي قلنا ذلك بابا اول او امس ولا اول امس امس صح قلنا ذلك والولي بياخذها. ها بلا فهلوه كفر الشيخ ما فيش بلطيم. عدم النقل يا شيخنا عدم النقل ليس نقل العدم. ممتاز حبيبي. مين النبي ولا هيعدلهم؟ ما هو وكيل النبي حبيبي ينزل مسجد النبي، مش الوكيل ينزل مسجد الاصيل يا بابا. اقعد مع المعلم الاستاذ الكبير عشان يعطيك القواعد تحفظها كلها صم وبعد كده تتخير منها واحده واحده. شفنا مش ممكن نقول ده عام وخص لا لا هي يقال انت اجبت وهو اجاب حقا. هي يقال المساله على الامر الاول، انت قلت هذا لكن لم تقف عنده. المساله على الامر الاول لما يقال طب لم يقل لمعاذ افعل كذا، قلنا معاذ تعلم من الآية أن وصل عليه لأنه على التأصيل العام أنهم يعلمون أن الحكم ليس خاصا بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم، ليس خاصا به. فالآية نزلت ومعاذ ورتلت بين يدي معاذ رضي الله عنه وهو من أعلم الصحابة في هذا الباب. فيكون لما يقول له تأخذ أغنام ترد على فقرائهم كان الشغل الشاغل في هذا المتن هو بيان مصارف الزكاة، بيان المصرف. ها بيان المصرف كيف يكون. طب ماشي لكنه هذا الذي شغله وبقي أمر الدعاء على التأصيل الإيه؟ الأول، التأصيل الأول مفهوم. لكن نحن نقول له حقيقة الأمر هذا موقف يحتاج إلى بيان، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فيصلح بذلك أن يكون صارفا من الوجوب إلى الاستحباب. نعم هو فعلا كده استحباب. شكرا جزاك الله خير. هو مستحب. فعلا كده هو مستحب. قالوا لأن ذلك لا يجب على الفقير المدفوع إليه النائب أولى. ماذا قلت؟ قالوا لأن ذلك لا يجب على الفقير المدفوع إليه لا يجب عليه الدعاء فالنائب أولى. قال ولأن ذلك لا يجب على الفقير. نعم. الدعاء. نعم. المدفوع إليه فالنائب ولي أمر النائب الذي يأخذ. نعم نعم. قال فصل ويجوز دفع الزكاة إلى الكبير والصغير. لكن هذا لا يظهر لي أن ذلك لا يجب على الفقير المدفوع إليه. يعني لا يجب عليه اللي هو بياخذ المال نفسه إنه يدعو. طب أنا أقول لك لما لا يجب عليه؟ لما لا يجب؟ أزرقاني لما لا يجب؟ بلا فهلوة المدفوع إلينا هو الممنون عليه ومع ذلك الشرع الممنون عليه ده لابد يدعوه الآن. أيوة هو ما دعاش. أيوة فين بقى الوجوب؟ يعني فين الوجوب؟ فيش وجوب. أيوة ما الدلالة على الوجوب أنه ممنون عليه؟ ليس ممنون عليه ده حقه. بس أسكت يا شيخ الله يهديك أنا جبته كده راح. فالصحيح أن هذا يجب له ليس ممنون عليه، هذا واجب. هذا المال ده أوجبه الله على الغني له. يعني الذي يعطي الزكاة زيد إذا أعطى الزكاة لعمر إيش ها ليس فيها منا، ده حقه وجوبا. فإذا كلامه في عجب لأنه لا يجب عليه، هذا حقه بيأخذه هيدعو لما صاحب المال هو الذي يدعو. نعم لأنه بيه تبرأ ساحته. فهمت؟ فكلام ضعيف، كلام من قدامه في هذا الباب كلام يعني فيه نظر. نعم. أيهما صاحب المال من يأخذ منه؟ نعم هذا حق ولا منة. نعم ليس فيه منة، هذا صحيح. نعم شيخ. وكلام من قدامه موافق لو إيه؟
لا هو شوف ايش يقول. هو بيقول ان ذلك لا يجب على الفقير. نعم هذا موافق والله الحمد لله منه صحيح. قال لا يجب على المدفوع له. لما لا يجب؟ لان هذا حق ليس ممنونا عليه. فهو بيقول فالنائب من بابي نائبي بقى لانه الامر اصلا وكيل له في القبض. فلما كان ده مش ممنون عليه يبقى الولي اللي بياخذ مش ممنون عليه. ليه ما يدعو؟ احنا قلنا لا لها نظر ثاني. وش هو؟ تهيج المشاعر واصلا الاتساء بالغير وايضا الدعاء لمن احسن. هذه جبله النفوس على ذلك. انا من احسن لابد ان تقول له احسنت جزاك الله خير. تفضل. قال فصلا ويجوز دفع الزكاه الى الكبير والصغير سواء من اكل الطعام او لم ياكل. قال احمد رحمه الله يجوز ان يعطي زكاته في اجر الرضاع لقيط غيره هو فقير من الفقراء. وعنه لا يجوز دفعها الى من اكل الطعام. قال المروذي رحمه الله كان ابو عبد الله رحمه الله لا يرى ان يعطى الصغير من الزكاه الا ان يطعم الطعام. قال ابن قدامه رحمه الله والاول اصح لانه فقير فجاز الدفع اليه كالذي طعم. انا اعتذر لحضرتك عن سوء ادب يعني. بسم الله. فصل ويجوز دفع الزكاه الى الكبير والصغير. نعم. سواء اكل الطعام او لم ياكل. قال احمد رحمه الله يجوز ان يعطى زكاه ان يعطي زكاته في اجر الضاع لقيط غيره هو فقير من الفقراء. يعني هنا الان بيقول الكبير والصغير هو الممنوع من الصغير. لما؟ لانه لا يستطيع لا يستطيع تصرف في المال عموما يعني لا يستطيع ولا يستطيع ان ياكل منه. صحيح. والرضيع نفس الامر من بابي اولى. لكن احمد راى مساله اعظم من ذلك. راى مطلب الشرع ان يكون هناك مصرف من المصارف والمصرف ان يكون محتاجا يكون فقيرا. هو فقير ولا مش فقير؟ فقير. يبقى اذا طب اذا قيل هو هيفه في المال هياخذ المال كيف؟ هيفه نقول وليه او وصيه او من قام بشؤونه. هذا هو. قال وعنه روايه ثانيه وعنه لا يجوز دفعها الا الى من اكل الطعام. قال المروذي رحمه الله كان ابو عبد الله رحمه الله لا يرى ان يعطى الصغير من الزكاه الا ان يطعم الطعام. قال ابن قدامه رحمه الله والاول اصح لانه فقير فجاز الدفع اليه كالذي طعم ولانه يحتاج الى الزكاه لاجل رضاعه وكسوته وسائر مهنته فيدخل في عموم النصوص ويدفع الزكاه الى وليه. اي نعم. لانه يقبض حقوقه وهذا من حقوقه. وهذا صحيح. يبقى الى الولي او الى الوصي. هذا الاصل الاصيل في هذا الباب. قال فان لم يكن له ولي دفعها الى من يعنى بامره. نعم. من قام بشؤونه. ويقوم به من امه او غيرها. نص عليه احمد رحمه الله وكذلك المجنون. قال هارون الحمان رحمه الله قلت لاحمد رحمه الله كيف يصنع بالصغار؟ قال يعطى اوليائهم. قلت ليس لهم ولي. قال هارون الحمان رحمه الله قلت لاحمد رحمه الله فكيف يصنع بالصغار؟ قال يعطى اوليائهم. فقلت ليس لهم ولي. قال فيعطي من يعنى بامرهم من الكبار فرخص في ذلك. وقال مهنا رحمه الله سالت ابا عبد الله يعطى من الزكاه المجنون والذاهب عقله؟ قال نعم. قلت من يقبضها له؟ قال وليه. قلت ليس له ولي. قال الذي يقوم عليه وان دفعها الى الصبي العاقل. فظاهر كلام احمد رحمه الله انه يجزئ. طب هنا يبين في هذا الباب أنه الصغير ولم يكن أهلا للحمل ولم يكن له أهلية للرشد فإن المال يدفع إلى وليه أو وصيه أو من يقوم بشأنه لأن الوصف فيه منطبق. فإذا كان الوصف فيه منطبق تبرأ الساحة ويكون هو من الأصناف التي أمر الله أن يكون له الأحقية بذلك. في شيء بيختلط. يأتون إلى ميتم أو ملجأ لا دار الأيتام ويدفعون الزكاة فيها. هذا ما يصح ولا يجزئه لأن المشرف على دار الأيتام بياخد المادة بيجيب كراسي حضرتك ويجيب كمبيوتر ويأتي ضيع مال الأيتام والمال ده أصلا هو ليس له وجه فيه بحال من الأحوال لأنه قيم على اليتيم ولا يصرف على اليتيم. شوف انظر والمال أصلا مال من؟ مال اليتيم اصلا. مال اليتيم اصلا مصاريف الدار وعلى نفسي هو من مصاريف شهريه وهذه مشاكل كبيره. بيجيبوا لهم اكل برضه. الى الله المشتكى. الى الله المشتكى. تفضل شيخ. بيحصل القليل مش كله. شيخ
موجود احنا بنشوف كل واحد رزق منين بقى مين اللي عاجلهم رزق منين مين الزكاه زكاه لهم لا لابد يقول للقيم هذا مال هذا هذا مال محمد هذا مال زيد هذا مال عمرو انت وكيل في التصرف فيه فقط ويبين له ذلك او يسلمه لليتيم نفسه يوضع في خزانه الامانات يتحط له في بدل الامانات ماشي وينفق عليه منه نعم هذا هو نعم سيدي هو قال هنا وان دفعها الى الصبي العاقل فظاهر كلام احمد رحمه الله انه يلزمه نعم نعم تفضل قال المروذي رحمه الله قلت لاحمد رحمه الله يعطي غلاما يتيما من يعطى غلاما او يعطي غلاما يتيما من الزكاه قال نعم قلت فاني اخاف ان يضيعه قال يدفعه الى من يقوم بامري هذه الذي قلناه هو المساله باسرها الاولى لما قال يعطى على ايش على الرشد على الرشد فقال له اخشى ان يضيعه قال اذا من يقوم عليه اذا من يقوم عليه وقد روى الدارقطني رحمه الله بإسناد عن أبي جحيفة رحمه رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فينا ساعية فأخذ الصدقة من أغنيائنا فردها على فقرائنا قال وكنت غلاما يتيما لا مال لي فأعطاني قلوصا هذا يستأنس به لأن الحديث ضعيف ولا نقول حقا إن كان اختبر فعلم الرشد فله أن يأخذ المال لأن مسألة المال بالذات مسألة تحتاج إلى فطنة التعامل فقه التعامل كما قال الله تعالى ها فإن أنست منهم رشدا فدفعوا إليهم الرشد هنا هو الوقف هذا قال فصل وإذا دفع الزكاة إلى من يظنه فقيرا لم يحتج إلى إعلامه أنها زكاة قال الحسن رحمه الله أتريد أن تقرعه لا تخبره وقال احمد بن حسين قلت شوف هذا اسمه الادب الراقي انت في غلب ظنك ان وصفه منطبق وانه فقير لما تعيره وتقول لا مع انه مش تعيير لان ده حقه لكن لما تبين له ان يدك عليا ويده سفلى نعم فانت بتحطمه لو كان رجلا ذا مكانه وله ما له من المروءه والشهامه انت بتحطمه اصلا ولذلك وجب عليك ألا تفعل ذلك يعني أنت لا يشترط أن تقول له هذه الزكاة إلا إذا شككت أنه من أهلها أم لا فتقول له انتبه هذا المال لا يحل ليش لغني كما قال الإنسان النبي صلى الله عليه وسلم ما قالوش هو ذلك قال لا تحل للغني ولا للقوي إيش مكتسب هذا هو تفضل الغني حد فينا دكتور ما يكفيه ما عنده الكفاية وزيادة أبو حنيفة ما دعك من هذا الكفاية وزيادة تفضل وقال احمد بن حسين رحمه الله قلت لاحمد رحمه الله يدفع الرجل الزكاه الى الرجل فيقول هذا من الزكاه او يسقط قال ولما يبكته بهذا القول شوف الادب شوف الادب شوف الادب لما يعني اجعله رفيعا امامك مع عالي الهامه وانت تتجاهل انت تقول هذا من شخص ما يعني قال لي ان هذه هديه لمثلك ومثلك الدنيا باسرها لا تساوي هدية يعني لقدره وأنت بذلك تعلو ويعلو هو أيضا أمامك وهذا الأدب الراقي ولأن المال أنت أصلا موكل فيه ليس مالك أصلا هو مال الله جل في علاه جعلك وكيلا في التصرف تفضل قال وما حاجته إلى أن يقرعه لا نقف عند ذلك وهذا أدب جم في العطاء يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم
وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.